مشجعون كنديون يلبسون ثياب رعاة البقر الأمريكيين ويبتهجون، وأصوات وقع أحذية الكاوبوي على المدرجات تملأ المكان. هؤلاء الكنديون جاءوا من مسافات بعيدة كي يشاهدوا أقوى المتسابقين يمتطون الثيران في مباريات الروديو. إنها صورة تعيدنا إلى رعاة بقر تكساس الأمريكيين، لكن الفارق الوحيد أننا هنا في مقاطعة كيبيك. المشاهدة مسلية والإثارة دائمة. إنه جنون، هؤلاء الأشخاص مجانين وهذا رائع. الروديو ليس تقليدا في كيبيك، لكنه أصبح شغف الناس هنا، وهذا الجزء هو محور مهرجان الغرب الأمريكي 43 في قرية سانتيت. فعلى مدى أسبوع من الأنشطة المختلفة يأتي أكثر من 700 ألف سائح، أي أكثر من سكان القرية ب200 مرة. ورغم أنه قد تبدو ثقافة الكاوبوي غريبة عن المكان، يقول مدير المهرجان إن حب الخيول ليس غريبا عن الناس. الكثير من الناس هنا في كيبيك لديهم الخيول منذ زمن بعيد، وهناك الكثير من المزارع والقرى، لذا هناك الكثير من الناس الذين ما زالوا يتعلمون ركوب الخيل، فأصبحنا مقصدا سنويا لهم. وكيف سيبدو مهرجان الغرب الأمريكي من دون اللاين دانس؟ فهذه الحصة اليومية تكون دائما مكتملة العدد. نتعلم أن نفعل شيئا كثنائي، وهناك أيضا رقصات أخرى لكل ثنائي، وهذا أمر مسل. هذا جيد للقاء الناس. تأمل سانتيت أن يتحول مهرجانها إلى مهرجان عالمي قريبا، وهذا الهدف قد لا يكون بعيدا، بينما يستمر ارتفاع عدد الأجانب الذين يتوجهون إلى شرق كندا للاختلاط بالثقافة الغربية.